السلام عليكم ورحمة الله ليديز اند جنتلمان، حياكم الله يا جماعة الخير. اليوم مقطعنا برعاية موبايل ليجندز. قبل لا نبدأ بأي شيء دقيقة عزيزي المشاهد، حبة حبة نتفاهم، مو على طول تسكب اسمع الكلام. اللعبة هذه اللي بنتكلم عنها يا اخوان بغض النظر عن انها اعلان، امانة وحقا الحق والله انها ممتعة، اغلبكم يعرفها. موبايل ليجندز من افضل العاب البي في بي والشوتر اللي موجودة في الفترة الحالية على الجوالات. نظامها 5 ضد 5، تلعب مع اخوياك او لحالك، فيها شخصيات ابطال خارقين، اشياء كثيرة مرة باللعبة تقدر تتعمق وتشوفها. واللعبة مجانية ما تدفع ولا قرش، وتلعب اونلاين وتلعب لحالك مع اخوياك اللي ودك. وغير كذا اني لعبتها انا وياسر وخشب وابراهيم، بتشوفون بعد شوية بسيطة. واتمنى يا جماعة خير الناس اللي طفشانين وما عندهم شيء على الجوال يجربونه ويلعبونه، جرب حمل اللعبه، الرابط بالوصف. اترككم مع لقطات لعبناها انا والشباب، اتمنى تعجبكم وشاهدة ممتعه. صفقته خلاص، فلت رفعته اربع مرات يا جماعه. اقوي 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 باقي هنا هنا معك 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 احمد. الله يعطيكم عافية. طيب يا اخوان، في طور الان زي ما انتم شايفينه قدامكم، طور عبارة عن زي الباتل رويال، انزل من فوق في مكان واتفايت مع ناس. هذا واحد هنا بشق على السريع بس على الماشي، يلا القم سر المار. ميم عربية، يا يلا اغنية عربية ثواني، خلينا نجرب نبحث في اليوتيوب اغنية مواجهة الابطال. أغنية الراب الأسطوري لمواجهة الأبطال هذه. اي والله ناهي. المهم يا جماعة ما ودي أطول أكثر من كذا، هذا طول جديد توه نازل، لا تنسون تحملون اللعبة، الرابط موجود تحت. مشاهدة ممتعة على المقطع، وآسف إذا طولت عليكم. نزلها مجانا مواجهة الأبطال MLBB. حياكم الله يا جماعة الخير، مقطع ثاني مودات أمونج، لكن اليوم غير. آخر مقطع من أمونج يا جماعة الخير وصل فوق 2.5 مليون، والله يا جماعة أعيد وأكرر دعمكم هذا يخليني أنزل طرد. مود اليوم طور المافيا، راح يكون فيه شخص مافيا وشخص جاسوس وشخص منظف كلينر. المافيا يذبح الناس زي الأمبوستر، والكلينر يمشي وراه ينظف الجثث يبعدها من الوجود، ما حد يدري إنه في شخص مات هنا. والجاسوس وظيفته ثيرد أمبوستر، يعلم الناس كلهم إنه يا جماعة ترى هذا مو قاتل، هذا مسكين مواطن أنا أشهد له لكنه كذاب خوية. لكن الجاسوس ما يذبح، الجاسوس يعزز، وإذا مات القاتل اللي هو المافيا يصير الجاسوس هو القاتل المافيا. فهمتوا الطريقة كيف؟ الآن بسوي تست وبوريكم، لكن طلب أخير، تبون مودات زيادة يا جماعة اللايك، تأكد إنك ضغط الآن واشترك عندي بالقناة، الله يسعدكم. أنا وات الشباب تحت يا جماعة الخير، بنبدأ الآن بسوي تست للمود وبوريكم الشخصيات عشان تفهمون معنا على طول. أوكي أنا مين مافيا عيال؟ اهلين. أوه انا مافيا. طيب انا بعد الجاد فادر جي ناصر. ناصر صح. ايوه ناصر انا ام. انت ام الجاسوس، روحي مين يا ناصر، خليك مين مره، انت منظف يا زياد صح؟ انا ايه. طيب خليك جنب ناصر. طيب يا جماعه الخير، الان الواضح امامكم لو تشوفون ناصر عنده علامه الجي، يعني هو المافيا الجاد فادر. زياد الكلينر المنظف عنده علامه الجي، وساعد الجاسوس عليه علامه ام. طلعوا ايش بيصير. زيد تعال قدامي. مين؟ طيب ناصر طير زيد بس بس لابوك شكلك. زياد شوف شغلك. يلا يا عمري. سعد وظيفته ايش؟ يلعب على الحبلين. ايش يسوي اذا مات ناصر؟ سعد يصير مكانه امبوستر، والان سعد مواطن ما حد يدري عنه شيء. فهمتوا الطور كيف؟ هذا الطور امامكم يا جماعه الخير بكل اختصار، لا تنسون اللايك والاشتراك. بسم الله نبدا. انا زبال. اوكي انا زبال. ياسر لا ياسر الجاسوس مكان القاتل. ياسر بنظف انا بنظف. طير انضرت
يا جماعه في ضحكه عابره القارات يا عيال. قاعد اسمع سياح انا. وعليكم السلام. السلام السلام والرحمه. اتجه مباشره على ابو زهره يا شباب. ليه؟ طيب لا يا شيخ. ادو دقيقه يا عيال، انتم ما تلاحظون نقع. علموني شو السالفه. طيب طيب اسمعوا يا طويل العمر والسلامه، انا طالع من وقف الالكتريكال رايح لجهه الادمن. حلو. اول ما دخلت سبحان الله تقفلت الابواب واشوف ركان يكنس الجثه. طيب دقيقة قلت عليك وشيلها بالكيس قاعد يربطها. أبو زهرة يا عيال طيب أدافع عن نفسي. دافع يلا. لا الصوت على أبو زهرة طلعوا. لا ردوا ولا بصوت عليك قبل ما نصوت. إيش الدفاع؟ اسمع أنا دخلت الآدمن قبل أقفل الأبواب. أقرب واحد لي كان أبو زهرة يا عيال. طيب اسمعوني أنت سوي سويب كارد يا عيال. دخل علي أبو زهرة ولقيت خلاص. ركان يب ركان سوايب كارد. يقول سوايب كارد يا ركان. سوايب كارد في جيم مسلك. الله يلعن ام القهر يا ركان. يا سبك هذا وانت اكثر واحد ينزل امك. يعني هذا اللي ودك يسكت. اطلع برا لا لعب بامك ولا لعب بفور. قاعد يتمشى يا اخي. الله ضحكت مره. نيوت قد فاضر بعد. تكفى ياسر تكفى. ياسر تعال طير أمه. طير ياسر طير. ياسر الله يستر منك. ياسر لا تجيب العيد خليني أمشي معاك. ياسر وين راح؟ ياسر. ياسر وينك؟ يا حمار يا ياسر انا ما عقبت عليه بيبان. ياسر وينك؟ لا شك واحد. ياسر ايش قاعد تفكر فيه انا ما ادري. ياسر ايش قاعد تفكر فيه؟ ياسر تعال ياسر تعال خلص. زياد احمد ياسر طير زياد سريع. طرحني طير طير سريع. طير تاسك تاسك يا عيال تكفون بتكلم يا عيال. شفت ياسر مخطلع؟ شفت احمد يوم حنا بالمدبي؟ أيوه. ياسر مخطلع من البنت وجانا. ياسر من يوم ينحقني طف الكهرب، يوم جيت بصوت طف الكهرب وصار يلحقني وصرت الظهر تاسك. صبر انا كنت بالمدبي انا وانت. انا ياسر. ياسر جانا من فوق يا زياد. لا يا عيال من المدبي جانا. دقيقة. الان في جثة. ثواني انت تقصد الراوند هذا يوم انا وياك بالمدبي؟ ايوه شفت يوم انا وانت بالمدبي انت صعدت فوق. طيب انا جيتكم. طيب لحظة خليني ادخل دقيقة. يا زياد انا ما نزلت تحت مرة. هل هو كان من اول هناك؟ اسمعني عشان ما ندخل بعينه. لا انا انت صعدت فوق. انا نزلت طلع هو من البنت. انا اضر حبيبي خلني ممكن اتكلم. انت صوتت الان قبل ما تعطيني فرصة اتكلم. يلا لاني شايفك بعيني. أيوه. كنا انا وسعد بالكامات، طلعت من الكامات وجيتكم من فوق، مشيت من عند الابر انجن ودخلت دخلت المدبي. لا هذا اللي صار. طيب انا بحكم فيها. يوم من احنا طيب. صبر يوم من احنا كنا طالعين من المدبي الكامات شغالة. مين اللي كان بالكامات؟ مين اللي كان بالكامات؟ سريع يكون سعد. ومات سعد هو قتله. طيب لحظة اللي صوت تكلم وين لقيت الجثة وصار في الكاميرات؟ ما
اخر شيء اللي صار في الكاميرات في الكاميرات اخر واحد اخر واحد ياب ياب تاستك 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 ثق فيني تاستك انا تاستك مطلع واحد مستحيل هو تمام باقي جيزي انا باقي زياد هو اخر واحد تاستك مو يوم شغلنا الكهرب وانا لاصق فيك ما ابي اموت ما ابي اموت انا بسكت قاعد وراي نركض ياسر مخي يا عيال ياسر مخي يا عيال الحمد لله والله انا بصدق والله لو يطلع انه هو اقسم بالله يا زي يا زياد يطلع هو الجيزي كمان قام ياسر يا عمري يا عمري اه يا الغبنة باقي انا زبال ايش اسوي ايش اسوي يا رب طيب وربي تتسجل يا يا واحد فك استماع يا عيال يا واحد فك استماع يا عيال تاستك يا عيال يفيك يفيك الرياكتر يا عيال اللي تحت تاستك تاستك الزبال ما يمدي يذبح اكيد ايوه احنا طلعنا قاد فادر في البدايه صح ركان وتاستك الفايت اللي كان بينهم بدايه طلع فايت طقطقه ابغى يخلص ابي لين يخلص يلا خلص يلا خلص تكلم ايش بتقول بس خلاص تقدر تقول ايوه طيب ما في مشكله يا زياد اول ما دخلت الرياكتر صح انا وياك رحنا فوق صح اي اول شيء انا اول ما دخلت انت كنت فوق رحت فوق صح ايوه كمل انا رحت هناك احاول اضغط ما يضغط معناته اللي تحت لا ما واحد قاعد يضغط لا انا اقول اوكي يا كلامي يعني ايش بتسوي قاعد يخالف قاعدتك قاعد يقاطع كلامي انا اسف بس معلش بعدين رجعت تحت قاعد اناظر في 6 بي للحين ما يبصم جميل. ما يبغى يبصم جميل رحت بصمت جميل طيب. زياد لو انا الامبوستر ما طلعت الامبوستر طيب. اوكي 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 انا اقول لك ساري انا اقول لك ساري اوكي بتكلم انا طيب بتكلم من اول ما دخلت الرياكتر وانا واقف عند حقتي اذا انا امبوستر ايش بسوي ابغى اوقف بالنص ابى انتظر واحد يجي ابى اسبق عشان يروح مكان ثاني لكن واقف مكاني طول الوقت وانا مسوي اجتماع والبالت قفلت تاستك متقفل عليه الباب هل بكون بالغباء هذا اني ابى اطلع من الرياكتر وما ما بقفل فيها البيبان زياد انا ادري انك انت الوحيد اللي ممكن تحكم فيها الان لكن ركز معي ركز في كلامي بقوله زين انت وجيزي يا عيال الفايت اللي صار بالبدايه بين راكان وتاستك كانت بدايتها ضحك وسياح بالمقر فهذا وش يوضح لنا يوضح لنا تاستك قاعد يترول على راكان طلع راكان بقى تاستك الان ما يقدر يسوي شيء فانا اعطيكم الزبده قول السيناريو يلا 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 بحياه لكامل حاول تاستك انا يوم جيت ثانيه تاستك نازل من فوق رايح تحت مدري ليش يا عيال يا عيال طلعوني يا عيال يا يا احمد يا اخي لا تسوي مجنون على راسي كيف كيف انا يا عيال احمد الامبوستر كيف كيف انا كيف انا مطلع ركان يا تكفلت تقول صوت عليك وصلنا قنانية يا بس لحظة صح يا يلا مين ابغى يذبحه مين ابغى يذبحه مين اطير راس تعال جزي تعال 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 جزي تعال 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 اطير راس مين تعال جزي جزي زياد 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 حبيبي انا اللي قاعد يبص مكانك انا يبص مكانك روح روح وينك جزويا جيزي تعال يلا تعالوا صلحوا تعالوا صلحوا يلا صلحوا صلحوا يلا مين بيصلح مين بيصلح مين بيصلح مين بيصلح مين مين بيصلح مين يلا ها روح صلح روح روح بعطيك فرصه بعطيك فرصه يلا يلا بعطيكم فرصه تعالوا تعالوا اعطيكم فرصه تعالوا يلا مين بيجي عنده يسوي اجتماع مين انتظره تعال سوي اجتماع زي يودي تعال يا عيال انا اتكلم يا عيال اسمعوني يا عيال انا زبال ما اقدر اذبح يا عيال زبال ما اقدر حاولت والله حاولت يا عيال حاولت مره قعدت
لا لم القهر القهر اللي قبل شوي يا رب. زبال مرة ثانية كلين بادي مين القاتل؟ ناصر ناصر يا ناصر ناصر يا ناصر يا ناصر ناصر يدق علي ها ناصر ناصر اسمع 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 ركز معاي لا لا مو كل جنبه اسمع وش تقول؟ اقول ركز معاي اسمع ها الان ركان شوف ركان انت رتيب انظف انا على طول تعال اصبر نبغى واحد الجيم تعال عندنا من اللي يمشي مع بعض اليوم عندنا اللي يمشون مع بعض يا جماعه الخير احمد وناصر احمد وناصر احمد وناصر اللي في الكامات اللي في الكامات اللي في الكامات ها اللي في الكامات بلنطلع احمد وناصر شو هذا المجانين روح معهم اصدقائي بلنطلع ها بلنطلع اصبر بعدني شوي انا اساس انا ابغى امشي جنب اطلب وقت وينك وين رحت انت وين رحت وين وين موقعك رايح للاوتو ايوه طيب ركان عندي تحت ترى لا زحمة مرة قبل سكيورتي بسرعة يلا الكاميرات انا قفلت الباب انا قفلته يا حمار عندك قاعد طير اللي عندك اذا يمديك تطير على جهتي ها انا بضرب على طول بضرب على طول ايوه مو كلنا ايوه مسوي عندنا ما ندري شيء يا عمري يا احمد يا اسمع كمل الدور عندك كمل الدور عندك روح سكرتي روح سكرتي بجيك سريع روح سبقني بجيك من فوق ها طيب طيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ال- 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 القاتل والكلينر شغالين صح. يا عيال أحس ناصر. يا عيال أحس ناصر وزياد. ناصر وزياد مع بعض أشوفه. من اليوم الله يعطيك على تاسك مضمون صح يا عيال. لا بالعكس زياد مضمون والله. حتى أنا مضمون. تعمل ده. أنا راح زياد ومخ. يا عيال ترى يمكن برضو يمكن صديقي ابو فايز اللي من الجنوب ذكي طلب ريبورت عشان يبعد السس ممكن طلب ريبورت ولا لا ضرب الطاوله اوكي سوا احوال انا وناصر شفينا لا احمد وناصر انا اشوفكم بدايه الجيم مع بعض ودخلت الادمن الحين في نص الجيم برضو مع بعض يا حبيبي الادمن تو في صبر الادمن تو في 10 تاستك وانا وزياد وانت انا وانت ورامي وناصر طيب كم واحد هذولي كم واحد تو قبل شوي بدايه الجيم شوف 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 متبيع على الكاميرات معك 100% انا معك لكن لكن لو ترجع شوي بالذاكره ورا تذكر اني انا لا مو رول بي ترجع بالذاكره ورا بتتذكرني انا الوحيد اللي اوقف اسوي مهامي مين اللي يركض ومدربي راسه جيجي وبرضو ناصر انا مهامي ويشهد علي تاستك تكلم يا تاستك مهام احمد عندي سؤال لك انت شايفني يا تاستك تكلم الاكسجين في الاوتو اي انا شايفني عم اسوي مهام تاستك انت رد علي شفتني واقف عندك المهمه صح ولا لا سمي ما تكلم ولا انت صديقه تساعده قاعد اشوفك طيب انا شاطف جيجي وشاطف زياد ومشيت معهم من تحت الين الاوتو بعدين رجعت بعدها من جاء معك احمد انت ومخ صح انت واحمد انا شاك بناصر امانه بس كيفكم احمد قبلته ناصر انت ماشي مع احمد يا عيال مو بسكب انا بسكب انا والله ولا نطلع مد ترى بسكب يا عيال قتل واحد يفوز قتله يا عيال قتله واحد يفوز يا اخي يا عيال نبي نصلح الانوار يا عيال اسمع يا عيال نبي نصلح الانوار بسرعه واحد الانوار واحد على الطاوله طب انا مش معاه روحوا بيضرب رقبه احمد
ميت يا عيال. نصر نصر طير اي واحد بفوز، طير اي واحد بسرعه، طير اي واحد بسرعه بسرعه، طير 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 طير. والله مقاير يا عيال انا بناصر بالجوال بالجوال خدمه عملاء. ما شكيت ولا واحد، اقسم بالله اني احسن منظف باللعبه. مين الزبال؟ انا قاعد اكلس. انت الزبال؟ ايوه. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم. ادري انها جيمين لكن والله بسبب ان عندنا ضغط تصوير مجهزين لكم اشياء جامده. تاكد انك تفعل الجرس واعطونا لايك لو تبغون مودات زياده، والله يسعدكم على دعمكم وما تقصرون. انا مات الشباب تحت، شكرا جزيلا. اس اكس بي واس اكس بي كود الدعم، لا تنسون. الله يسعدكم. السلام عليكم.